هجاوب شوية أسئلة يثيرها البلاميس حوالين الخلاص والمعمودية والإيمان وأمثال هذه الأمور. أحب أن أقولها لكم علشان تكونوا عارفين الإجابة بتاعتي. سؤال مثلا يقول الخلاص عبارة عن هبة مجانية زي ما بنقول في رومية متبررين مجانا بالنعمة بالفداء. صحيح الخلاص هبة مجانية، ولكن استحقاقات هذا الخلاص وشروط نواله لابد من أمور معينة تتم لكي ننال هذا الخلاص. مع أن مثلا الخلاص هبة مجانية، لكن في يوحنا 3:16 يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن وضع شرط هو الإيمان، لا يهلك كل من يؤمن به. تقول الإيمان هو ثمن الخلاص؟ لا، مش ثمن الخلاص. ثمن الخلاص هو دم المسيح، لكن الإيمان شرط. بيقول من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدل. إذن شرط أن يؤمن ويعتمد لكي يخلص. من آمن واعتمد إيه؟ خلص. مرقس 16:16 ومن لم يؤمن يدل، يعني إذا ما كانش يؤمن يبقى هيدان. إذن الإيمان شرط والمعمودية شرط. أو مثلا في أعمال 2:38 لما اليهود نخسوا في قلوبهم يوم 50 وقالوا ماذا نفعل أيها الرجال الأخوة، قال لهم بطرس توب وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا لتنالوا موهبة الروح القدس. إذن في شرط، توبوا وليعتمد كل واحد منكم عشان تنالوا هذه المغفرة. المغفرة مجانية لكن هناك شروط لنوالها. المغفرة مجانية، الخلاص مجاني، ولكن هناك شروط لنوال هذا الخلاص. على الأقل الإيمان والتوبة والمعمودية، وهناك شروط أخرى تأتي فيما بعد. واحد يقول التوبة لا تغفر الخطايا، ده بيقولوها البلاميس، يقول لك المغفرة بالدم. واحد، المغفرة صحيح بالدم، ولكن لا تنال المغفرة بدون التوبة، لأن في لوقا 13:3-5 يقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني نحن لا نخلص بالتوبة وحدها، ولكننا لا نخلص بدونه. وبعدين يقول لك برضو المعمودية هي لمجرد إشهار الإيمان. لا، مش مجرد إشهار الإيمان. في مرقس 16:16 من آمن واعتمد خلص. واليهود ما أشهروا إيمانهم في يوم 50، ما كانوش محتاجين للإشهار، لكن قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم لمغفرة الخطايا. إذن من ضمن فاعلية المعمودية غفران الخطايا، مش مجرد الإشهار، مغفرة الخطايا. وإحنا بنقول كده في قانون الإيمان، نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ودي زي أعمال 2:38 بالظبط. وبعدين ليها فعاليات كتير أنا كتبتها في كتاب اللاهوت المقارن. في حاجة تاني مثل ما نقدرش ننكره، مثل شاول الطرسوسي. أهو شاول الطرسوسي آمن، فهل خلص بالإيمان وحده؟ ومش بس آمن، وأختير رسولا للأمم، والمسيح أعلن هذا وأشهره لحنانيا دمشق. كل ده في أعمال إصحاح 9. نيجي في أعمال 22:16 حنانيا قال لشاول الطرسوسي، قال له أيها الأخ شاول لماذا تتهاون؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. يبقى كان لغاية دلوقتي لم تغسل خطاياك، مع أنه آمن ومع أنه أختير رسول. قال له قم اعتمد وإيه؟ واغسل خطاياك. يبقى مش مجرد إشهار للإيمان، ليها علاقة بمغفرة الخطايا. يقول برضو المعمودية لا تغفر الخطايا، والمغفرة بالدم. صحيح المغفرة بالدم، ولكن ننالها بالمعمودية وننالها بالتوبة. يعني في مغفرة وضعها السيد المسيح على الصليب، لا ينالها إلا كل من يؤمن به، ده شرط. ولا ينالها إلا كل من يتوب، ده شرط. ولا ينالها إلا كل من يتعمد، ده شرط أيضا.
صحيح المغفرة بتأتي بالدم والخلاص بيأتي بالدم، ولكن لا يمكن بدون هذه الشروط وبدون الاستخراج. والمعمودية هي الطريق الذي رسمه الرب لاستخراج الدم، والمعمودية وحدها بدون إيمان بدم المسيح مش هتنفع. وبعدين يقول لك برضو المعمودية هي لمجرد إشهار الإيمان. لا، مش مجرد إشهار الإيمان. مزمور 16:16 من آمن واعتمد خلص. واليهود ما أشهروا إيمانهم في يوم 50، ما كانوش محتاجين للإشهار، لكن قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم لمغفرة الخطايا. إذن من ضمن فاعلية المعمودية غفران الخطايا، مش مجرد الإشهار، مغفرة الخطايا. واحنا بنقول كده في قانون الإيمان، نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ودي زي أعمال 2:38 بالظبط. وبعدين ليها فعاليات كتير أنا كتبتها في كتاب اللاهوت المقارن. في حاجة تاني مثل ما نقدرش ننكره، مثل شاول الطرسوسي. أهو شاول الطرسوسي آمن، فهل خلص بالإيمان وحده؟ ومش بس آمن، وأختير رسولا للأمم، والمسيح أعلن هذا وأشهره لحنانيا دمشق. كل ده في أعمال إصحاح 9. نيجي في أعمال 22:16، حنانيا قال لشاول الطرسوسي، قال له أيها الأخ شاول لماذا تتهاون؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. يبقى كان لغاية دلوقتي لم تغسل خطاياه، مع أنه آمن ومع أنه أختير رسول، قال له قم اعتمد وإيه واغسل خطاياك. يبقى مش مجرد إشهار للإيمان، ليها علاقة بمغفرة الخطايا. وبعدين يمسك الآية بتاعت قم اعتمد واغسل خطاياك، يقول لك الذي يغسل الخطايا هو الدم في رؤية 1:5. طبعا الدم لا يغسل الخطايا إلا بالمعمودية، لكن الدم يغسل الخطايا كده بدون أي إجراء، بدون أي طقس، مش ممكن. وإلا ما كان شاول الدم غسل له خطايا وانتهى الأمر. والكتاب المقدس سماه غسيلا أيضا في المعمودية. في تيتوس 3:5 بيقول بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. إذن الكتاب سمى المعمودية ميلادا ثانيا وسماها غسيلا. وفي يوحنا 3:5 برضو الميلاد من الماء والروح. وبعدين يقول الأخوة البنوية برضو المعمودية لا تغسل إلا الأجساد ولا تأثير لها على النفس. هم الإيه؟ اعتمد واغسل خطاياك، ما قالش غسيل جسد، قال تغسل إيه؟ خطاياك. وهي ليست مجرد ماء لغسيل الجسد، ده الكتاب بيقول الماء والروح، من لا يولد من الماء والروح. ولذلك حينما نعمد إنسانا لا نعمده بماء عادي، وإنما بنسكب عليه ميرون عشان روح القدس، وبنصلي صلاة لتقديس ماء المعمودية، حتى إن من يغتسل منه يبقى من الماء والروح، مش مجرد ماء عادي. الماء عادي بيغسل الجسد، لكن الماء والروح بيغسل الجسد والروح. ولو كانت مجرد لغسيل الأجساد لماذا ربطها الله بالخلاص وقال من آمن واعتمد خلص؟ ولماذا ربطها بطرس الرسول بمغفرة الخطايا في يوم 50 مدام هي مجرد غسيل للجسد؟ ولماذا اشترطت لكل من آمن؟ لماذا مثلا الخاصي الحبشي طلب المعمودية وفي لبس قال له إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز في أعمال إصحاح 8؟ إذن لو كان مجرد غسيل جسد عايز إيمان من كل القلب ليه دي؟ وعايز واحد يخش من السبعين رسول في الموضوع ليه؟ ما يغسل جسده لوحده وتحتاج لكهنوت ليه يغسل؟ يعني حاجة بتشترط سلطة كنسية تقوم بيها، وبيشترط ماء والروح، وبيشترط الإيمان من كل القلب، إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. وبعدين بيقول بالإيمان تكون مغفرة الخطايا كما ورد في أعمال 10:43 وأعمال 26:18 لكي ينالوا بالإيمان مغفرة الخطايا. هو طبعا لابد أن نفرق بين الرسل حينما يتحدثون إلى غير المؤمنين وعندما يتحدثون إلى المؤمنين.
لما يتحدث لغير المؤمنين يقول مش ممكن، لا بد يؤمنوا عشان بالإيمان ينالوا مغفرة الخطايا، زي ما قال لكي لا يهلك كل من يؤمن به. غير المؤمنين نقول لهم كده، أما المؤمنون فنقول لهم إيه الطريق الذي أعده الرب لذلك، يآمن ويعتمد ويتمسح بالميمون ويأخذ نعمة الروح القدس ويسلك في الصراط الأخر. يعني نفرق بين الكلام اللي بيقال لغير المؤمنين والمؤمنين. يعني مثلا بالنسبة لسجان فيليب قالوا له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيت. الإيمان هو الشرط الأول، لأن من غير كده ما فيش شيء. فأول ما آمن عمدوه هو وكل أهل بيته، يبقى دي الخطوة الأولى، الخطوة الأولى وأيضا اللازمة لغير المؤمنين. ثم إذا جبت آية بتاعت ينالوا بالإيمان مغفرة الخطايا، ثم في آيات كثيرة عن أن مغفرة الخطايا بالتوبة، زي مثلا أعمال 3:19 وزي أعمال 11. هنشوف شوف أعمال 3:19 يقول لك إيه. يقول توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. نقول خلاص بالتوبة مغفرة الخطايا ومش محتاجين لإيمان؟ لا محتاجين. لما يتكلم على المغفرة بالإيمان يجيب لها آيات، لما يتكلم على المغفرة بالتوبة يجيب لها آيات، لما يتكلم عن المغفرة بالتناول يجيب لها آيات. ما هو في حاجات كثيرة بتكون لمغفرة الخطايا، الإيمان لمغفرة الخطايا صح، والتوبة أيضا لمغفرة الخطايا. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم في أعمال 3:9، وفي أعمال 11 يقول فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمددون الله قائلين إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. إذن ممكن بالتوبة الإنسان بينال مغفرة الخطايا، والمسيح لما جه يدي جسده وتمه قال يعطى عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. هذا الصعود بذكر. إذن لما تلاقي آية عن الإيمان لمغفرة الخطايا مش معناها بالإيمان وحده، بالإيمان مغفرة الخطايا، لكن أيضا بالتوبة مغفرة الخطايا، وأيضا بالمعمودية مغفرة الخطايا، وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا في أعمال 2:38 ويتناول لمغفرة الخطايا ويعترف لمغفرة الخطايا إن اعترفت بخطايانا فهو أمين وعادل بيغفر لنا خطايانا في يوحنا الأولى الإصحاح الأول. يعني ما يجيش واحد يمسك آية ويتقوقع حولها ويبقى ما فيش في الكتاب غيره. لا يا حبيبي، عايزين مغفرة الخطايا نجمع كل الآيات اللي في الكتاب عن مغفرة الخطايا. واضح الكلام ده. وبعدين يقولوا الإيمان هو الوسيلة لحلول الروح القدس، زي ما ورد في يوحنا 7:38-39 قال لهم إيه، من يؤمن بي يفيض من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن ينالوا. الروح القدس بالإيمان إن الروح القدس طيب، وبوضع اليد كانوا بيقضوا الروح القدس بعد ما أمنت السامرة. ده آمنوا السامرة وما كانوش خدوا الروح القدس. مش تقول لي بالإيمان يقضوا الروح القدس، ده الإيمان ده مقدمة، ده الباب اللي يتفتح عشان يقضوا الروح القدس، لكن مش بمجرد الإيمان بيقضوا الروح القدس. أهل السامرة كانوا قد آمنوا وما خدوش الروح القدس، فبعثوا لهم بطرس وحد، فلما وضعوا عليهم الأيادي أخذوا الروح القدس في أعمال 8. في أعمال 19 أهل أفسس برضو بولس الرسول لما وضع عليهم اليد أخذوا الروح القدس، وبعدين بقى أخذ الروح القدس بمصحة الميمون. فلما يكون الإيمان للروح القدس وسيلة للروح القدس، يعني هو المقدمة، هو فتح الباب. بعد كده يقول إيه، العماد هو شرط لحلول الروح القدس كما ورد في أعمال 2:38، لأن اليهود متقلبون، يعني كان بها يعلنوا إيمانهم عشان ما ينكروش. ده تفسير شخصي. وعلى كل أن الروح القدس لا يمكن ياخدوه الناس إلا بعد العماد. يقول إيه، بالنزول في الماء نعلن أننا متنا مع المسيح، وفي الصعود نعلن قيامته. الكتاب ما قالش نعلن، قال متنا معه بالمعمودية، مش نعلن موتنا، وقال دفننا معه بالمعمودية للموت. في كولوس 2:12 شوفوا قال ايه، في رومية 6 كولوس 2:12 بيقول مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه.
يبقى انتم في المعموديه دفنتم معه بالمعموديه عقب، مش نعلن، لا مش مجرد اعلان، ده عمليه موت فعلا معه بالمعموديه. وفي رومية 6 يقول رومية 6 من آية 3 و4: أم تجهلون أننا كل من اعتمدنا ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت، مش مجرد إعلان. يعني الناس دول الظاهر بيضحكوا على ما بيقروش الكتب، تضلون إذ لا تعرفون الكتب. الواحد يجيب الآية يلاقي الكلام مظبوط، وبعدين يقول يخلصنا بقيامته وقيمة لأجل تبريرنا في رومية 4:5. طب دول اللي بيقول يخلصنا بقيامته، ليه ما قالوش يخلصنا بالدم؟ هو خلصنا بالدم ولا بالقيامة؟ وقيمة لأجل تبريرنا، وقيمة لأجل تبريرنا، لكن ننال هذا التبرير في المعمودية. وقيمة لأجل تبريرنا ولكن ننال هذا التبرير إيه؟ الموضوع. وبعدين نقطة تانية يقول الشهداء دخلوا السماء دون أن يعتمدوا كذلك اللص. لا، الشهداء دول ماتوا مع المسيح، والمعمودية هي موت مع المسيح، واللص اليمين مات مع المسيح فاعتبرت معمودية. هو بس المعمودية التقديس في المية، ده المعمودية هي موت أصلا مع المسيح وقيامة معه. فاللي حصل أن الشهداء ماتوا مع المسيح وأرواحهم صعدت معه، واللص هكذا. وبعدين يتريقوا على المعمودية يقولوا ايه؟ المغفرة بالمعمودية بتحول الغفران من عمل باطني داخلي بالتوبة والإيمان إلى عمل سطحي خارجي. يعني ده الكلام ده لو كانت معمودية بدون توبة وإيمان، لكن يشترط المعمودية التوبة والإيمان. اليهود آمنوا ونخص في قلوبهم، وبعدين بطرس قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منهم. يعني مش مجرد معمودية بدون توبة وإيمان عشان نقول عمل خارجي مش عمل باطني، لا، فيها التوبة وفيها الإيمان وبعدين نتعمد. ولذلك الكبار ما كانوش يتوبوا ويؤمنوا ما نعمتهمش، الأطفال يعتمدوا على إيمان أبائهم. يقول لك الخلاص يكون بدون عمل صالح من جانبنا. إزاي بقى؟ ده نفس الإيمان عمل صالح. يعني الناس اللي يقول لك إيمان بدون أعمال، ده الإيمان نفسه هو عمل، ما اللي يطلع إيه؟ وأيضا بيقول كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. فإزاي بدون أعمال صالحة من جانب؟ لو بدون أعمال صالحة يبقى إيمان غير مثمر، يبقى إيمان ميت، لأن بيقول لك كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار، فبيقول اصنعوا ثمارا تليق بالتوبة. وبعدين واحد يقول السبيل للحصول على الخلاص هو قبوله، مجرد قبول الخلاص. يقول لك الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أعطاهم سلطانا أن يصيروا، وكيف يصيرون بالمعمودية. هو الخلاص مش مجرد قبول الإيمان، إنما أول ما يقبل الإيمان يبتدي يدخل في الخطوات العملية اللازمة للإيمان. يعني لما آمن سجان في إليبي دخل في الخطوات العملية واعتمد، لما آمن الخصي الحبشي طلب المعمودية. يعني هو أول ما يؤمن يدخل في الخطوات العملية، إنما الإيمان هو المدخل لكل هذا. واحد بيقول لك بيقول كمان يصحب الإيمان تغيير بتأثير الروح القدس. هو الروح القدس قد عمل مستقل، ولذلك بطرس الرسول قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتنالوا نعمة الروح القدس. دي كان بعديها، بدليل ان الناس امنوا ما كانوش خدوا الروح القدس واضطروا انهم يدوهم الروح القدس بطقس اخر. وبعدين يقولوا الخلاص قد تم بالموت الكفاري على الصليب من دينونة الخطية. ده الخلاص من الخطية الأصلية ومن كل الخطايا اللي متوب عنها، لكن بعد ما الخلاص تم بالموت الكفاري من دينونة الخطية وإحنا دخلنا في الإيمان، ألا نخطئ بعدها؟ بنخطئ كل يوم، بنخطئ، وإن قلنا أننا لا نخطئ نضل أنفسنا. طب اللي بنخطئه ده يغفر لنا ازاي؟ بالتوبة، بالأشياء اللي هي وضعها ربنا المغفرة. ولذلك هم ساعات يسألوا يقول لك ايه؟ يقول لك الأرثوذكس، أليس الأرثوذكس يؤمنون أنهم خلصوا في المعمودية؟ فلماذا لا يقول الشخص منهم قد خلص؟ هو الإنسان
بالمعمودية بيخلص من الخطايا السابقة للمعمودية، لكن طول ما هو موجود على الأرض معرض لخطايا أخرى تحتاج إلى خلاص. عشان كده الكتاب قال تمموا خلاصكم بخوف ورعب، وقال سيروا زمان غربتكم بخوف، وقال إبليس عدوكم مثل أسد يزأر فقاوموه راسخين في الإيمان. إذن طول حياتنا على الأرض حياة جهاد، والخلاص يشمل الحياة كلها. طب افرض انك انت قلت انا قد خلصت واخطيت خطية ضيعت، يبقى فين خلصت دي؟ ده الخلاص عن الخطية الأصلية والخطايا السابقة للمعمودية، لكن لسه جهاد الحياة كله يحتاج إلى إيه؟ خلاص. يقولك الخلاص الأبدي هو خلاص من جسد الخطية. لا، بس الخلاص من جسد، الخلاص من عقوبة الخطية، خلاص من الدينونة، الخلاص من البحيرة المتخبة بالنار والكبريت. هو بس الخلاص من جسد، حتى جسد نحن ما بنخلص منه، بس بيتغير إلى جسد روحاني، لكن بيفضل معانا جسد روحاني. يقول لك النجاة من الدينونة والتمتع بالحياة الأبدية يتوقفان أولا وأخيرا على كفارة المسيح التي وفت العدل الإله، وأيضا النجاة من الدينونة والتمتع بالحياة الأبدية يتوقفان على الإيمان المطلوب، وأيضا النجاة من الدينونة والتمتع بالحياة الأبدية يتوقفان على الأعمال الصالحة. أيضا لما تيجوا في متى 25 من آية 31 للآخر، لما المسيح وقف ناس عن يمينه وناس عن شماله قال لهم كنت جوعانا كنت عطشانا كنت مريضا كنت محبوس، دي فين فيها الكفارة دي وفين فيها الإيمان؟ ودول اللي ما أطعموش الجوعان وما سقوش العطشان وما كسوش العريان قال لهم اذهبوا إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. فبس تقول النجاح يتوقف على كفارة المسيح. طب وكفارة المسيح تنفعك بدون توبة؟ وكفارة المسيح تنفعك بدون إيمان؟ وكفارة المسيح هتنفعك لو مشيت في الخطية؟ وقعد يقول إيه؟ المؤمنون لا يحرمهم الله من الحياة الأبدية بل يؤدبهم هاهنا. الإجابة على هذا السؤال باب طويل عريض في كتاب الخلاص المفهوم الأرثوذكس، يا ريت تقروه. طب الناس اللي قال لهم كنت جوعان فلم تطعموني وكنت عطشانا واذهبوا الى النار معدة لابليس وملائكته، دول ادبهم ها هنا ولا قال لهم تروحوا للنار المعدة؟ واللي قال لهم ان لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون، هل ادبهم هنا وسابهم؟ والغصن اللي بيقول لك كل غصن لا يصنع ثمرا يقطع ويلقى في النار، طبعا ما دام غصن في الشجره اذا هو مؤمن، بتسري فيه عصارة الشجرة هو عضو فيه، ما نقولش لمجرد يأدبه في ناس بيهلك في ناس بيهلك. واللي بيقول دي ناس تركني لأنه أحب العالم الحاضر، يعني ده أدبه وده هلك. يقول لك قال زهري التم الله قادر في لحظة أن يخلص الإنسان الذي عاش في الشر، ده بيحاربون الكلام، قادر أن يخلصه الزكاة وقادر أن يخلصه لو تغيرت حياته تماما، لكن مش قادر يخلصه كده رغم عنه. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تؤمن. وبعدين يقول لك في غلطية 3:26 بيقول قال الكتاب لأنكم أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. غلطية 3:26 بيقول لأنكم أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، اللي بعديها على طول غلطية 3:27 لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. فلا يكفي إن احنا نبقى أبناء، وإنما ينبغي إن احنا نلبس البر الذي للمسيح. وأيضا كلمة أبناء في رسالة يوحنا الأولى يقول بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. وفي يوحنا الأولى 2:29 يقول إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يفعل البر مولود منه. وبرضه في يوحنا الأولى 3 يقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه وزرعه ثابت فيه. هو بس أبناء الله ده لقب، لقب ياخدوه الناس كده زي باسبور تخش ليه المطار. ده أبناء الله دي المولود من الله لا يخطئ الشرير لا يمسه ولا يفعل خطية لأنه مولود من الله. لا دي ما تنفعش. يقولك الخلاص الأبدي هو خلاص من جسد الخطية. لا، بس الخلاص من جسد، الخلاص من عقوبة الخطية،
الخلاص من الديمونة، الخلاص من البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هو بس الخلاص من جسد. حتى جسد نحن ما بنخلص منه، بس بيتغير إلى جسد روحاني، لكن بيفضل معنا الجسد ده. ولكن المعمودية لا يمكن أن تكون ثمنا للخلاص ولا وسيلة إليه. الثمن هو دم المسيح، ولكن هي شرط ووسيلة، وأيضا هي موت مع المسيح، وأجرة الخطية هي موت. يقول لك الحصول على الخلاص من دينونة الخطية يكون مرة واحدة فقط في الصلب للتبرير. طب وبعد كده كل خطية أجرة الموت؟ وما احنا قلنا الخلاص في لحظة ببدع وغيره، قالوا ما يناله الإنسان في لحظة هو نعمة التبرير فقط. هنا نسأل أي لحظة؟ لحظة الإيمان، ولا لحظة التوبة، ولا لحظة المعمودية، ولا الوعي بما أدركه في المعمودية؟ لكل دول ما بيتموش لحظة، لا الإيمان بيتم في لحظة، ولا التوبة بتتم في لحظة، ولا المعمودية بتتم في لحظة، ولا الوعي بتتم. يقول لك حتى الخلاص في لحظة تعني الخطوة الأولى في طريق الخلاص، حتى هذه الخطوة الأولى لا تتم في لحظة ولا يقال به قد خلص. وبعدين يقول انتم بتؤكدوا طريق الخلاص، وطريق الخلاص سهل، ان اعترفت بفمك وامنت بقلبك خلص. رمي عشر، حط جنبها اذا كان البار بالجهد يخلص، فالقاطئ والفاجر اين انصران. وخذ حكاية ضيق هون الباب اللي يؤدي الخلاص، وقليلون هم الذين يجدون. يقول لك بيقول إن أردت تقدر أن تخلص، الله قادر، بس إحنا مش عايزين. الله قادر، لكن في إجراءات لازم الواحد يمشي فيه. الله قادر إنه يخلص، يعني من جهة الله قادر قادر، لكن هو لا يخلصك على الرغم منك، لا، لازم أنت تريد أن تبرأ، هو يقدر يبرأ، لكن بيقول لك أتريد أن تبرأ، مكتوب في الإسلام.